الآن مشاهدينا أرحب بضيفي عبر الهواء مباشرة، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي، السيد سركيس نزار، الذي ينضم معنا على الهواء مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بك سيد نزار، وأبدأ معك من إمكانية أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى إحداث اضطرابات قوية في الأسواق العالمية، خصوصا مع تنامي عدد الإصابات به في العالم. نهارك ونهار جميع المشاهدين بخير. بالنسبة للتساؤلات حول تأثير متحور أوميكرون على الأسواق المالية، لاحظنا بأن التأثيرات حتى هذه اللحظة تكاد تكون قليلة جدا أو معدومة، حيث شهدنا خلال الشهر الماضي ارتفاع في مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة، وتم تداول عقود مؤشر ستاندرد أند بور 500 الذي يقيس أداء كبرى الشركات الأمريكية فوق 4800 نقطة لأول مرة في التاريخ. يبدو أن الأسواق المالية حاليا أكثر تقبلا لحقيقة انتشار متحورات فيروس كورونا، لكن هنالك بعض الآراء التي تشير، وبحسب أيضا منظمة الصحة العالمية التي أشارت بأن تأثير متحور أوميكرون على الناس أقل شدة من تأثير المتحورات الأخرى، وخصوصا متحور دلتا، ورغم أن أوميكرون ذو انتشار كبير جدا، وهذا ما نلاحظه فعليا بالعالم عندما تم تسجيل إصابات قياسية حول العالم يوم أمس بأكثر من 2 مليون إصابة في يوم واحد، لكن في نفس الوقت يبدو بأن عدد الوفيات مستمر بالانخفاض، وهذا ما يعطي آمال بأن يكون تأثيره الاقتصادي نوعا ما محدود، والأسواق المالية الآن أكثر تقبلا وأكثر واقعية بالنظر إلى تأثيره على الاقتصاد. أيضا بالنسبة للأسواق المالية والمتداولون فيها، بدأ التركيز حاليا على توقعات نتائج أعمال إيجابية لعديد من الشركات الأمريكية في منطقة اليورو في بريطانيا بعد شهر ديسمبر الماضي الذي لوحظ فيه ارتفاع في الانفاق، وبالتالي الأسواق المالية حاليا تهمش نوعا ما أي قلق مصدره فيروس كورونا أو متحور أوميكرون، وتنظر إلى التوقعات الاقتصادية التي رغم من تراجعها إلا أنها ما زالت نوعا ما إيجابية، وتنظر أيضا إلى توقعات نتائج أعمال للشركات بإيجابية، وهناك أيضا ظروف أخرى ستتابعها الأسواق بعيدا عن متحور اقتصادية عديدة ننتظرها هذا الأسبوع من أمريكا، أوروبا وكذلك بريطانيا. فالتأثير كملخص لتأثير أوميكرون على الأسواق المالية حتى هذه اللحظة تأثير لكنه محدود جدا، والمتداول ما زالت تغلب عليهم الإيجابية في التوقعات المستقبلية وحالة التفاؤل. طيب، في ظل انتشار السلالة الجديدة من كورونا في دول العالم، هل ستزداد الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي؟ الآن بالنسبة للاقتصاد الأمريكي من ناحية التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.8%، وهو أعلى مستوى منذ تسعينات القرن الماضي، وبدأ الفدرالي الأمريكي بالفعل يقلق من ارتفاعات التضخم الهائلة. الآن بالنسبة لمتحور أوميكرون، ربما يكون له تأثير قد يكون ضاغط على التضخم، أي أن ينخفض قليلا التضخم، لأنه قد يؤثر نوعا ما على الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، لكن في نفس الوقت تأثيره قد يعتمد تضخميا على سير الاقتصاد وتوجهات البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. الآن إذا قارنا متحور أوميكرون والمعلومات المتوافرة حوله وقارناها بمتحورات دلتا وما تسببت من إغلاقات كبيرة وكذلك تعثر في سلاسل الإمداد، الآن نحن يبدو بأننا الآن في انفراجة نوعا ما لتعطل سلاسل الإمدادات، وأيضا أزمة الطاقة التي شاهدناها خلال الربع الأخير من العام الماضي، كل ذلك كان له آنذاك دور كبير بدفع مستويات التضخم والأسعار للارتفاع، لكن الآن يبدو أن هذه الظروف التي تسببت بالارتفاعات الهائلة بالتضخم بدأت بالتناقص شيئا فشيئا. لا أقول بأن التضخم سيعود بسرعة للانخفاض، لكن على الأرجح سيبقى مرتفع طوال عام 2022 في دول مثل أمريكا وكذلك في أوروبا بريطانيا، حتى في الوطن العربي في عديد من الدول قد نشهد أيضا ارتفاعات في معدلات التضخم لسبب أو آخر مرتبط طبعا بالاقتصاد العالمي.
لكن على المدى القصير نسبيا قد يكون خلال الشهر الجاري والشهر المقبل متحور أوميكرون سبب للحد من ارتفاعات التضخم بالفعل. هل المؤشرات الحالية تعزز من التوقعات سيد سرجيس يعني باتجاه الاحتياطي الفيدرالي يعني إلى رفع معدل الفائدة بنحو 3 مرات للعام الجاري استجابة لارتفاع معدل التضخم؟ فعليا أرى بأن المؤشرات الاقتصادية الحالية ليست فقط ترجح لكنها ستجبر على الأرجح الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ خطوات قد تكون متسارعة نوعا ما لرفع الفائدة وتقليص السياسات التحفيزية والتي بدأ فيها بالفعل منذ شهر ديسمبر الماضي حينما ضاعف خفضه لبرامج شراء الأصول في البرنامج الطارئ، أي أنه بدأ بسحب السيولة من الاقتصاد بضعف ما كان مقررا أن يسحب السيولة في شهر 11 الماضي. بالتالي الفيدرالي الأمريكي يبدو بأنه سيرفع الفائدة، والآن باحتمالات جيدة جدا أرى بأن هنالك احتمالية بحسب CME Group بأن يتم رفع الفائدة في شهر 3 المقبل، بل إن أبعد توقعات لبدء رفع الفائدة تشير إلى شهر 5 المقبل، وبالتالي نحن أمام احتماليات جيدة لرفع الفائدة. أما عن الأسباب وراء ذلك، أشرت منذ قليل بأن التضخم ارتفع لأعلى مستويات منذ تسعينات القرن الماضي بحسب مؤشر أسعار المستهلكين 6.8%، وهذا الارتفاع في التضخم ربما سيستمر لفترات زمنية طويلة. والآن إذا كانت المفاضلة ما بين ضعف النمو الاقتصادي لفترة زمنية مؤقتة أو خروج التضخم عن السيطرة، فبالتأكيد الفيدرالي الأمريكي على الأرجح سيختار الحد من ارتفاع معدلات التضخم، لأن ارتفاع معدلات التضخم لفترة طويلة من الزمن سيكون تأثيره مدمر للاقتصاد الأمريكي. ومن هنا باعتقادي بأن رفع الفائدة سيجري بفعل المؤشرات الاقتصادية المتواجدة حاليا والتي أذكر منها أو ذكرت أولا التضخم المرتفع جدا، ثم أضيف لها بيانات صدرت مؤخرا أظهرت بأن النمو مستمر في قطاعات الاقتصاد الأمريكي رغم التباطؤ، لكن النمو مستمر. وأخذوا على سبيل المثال قطاع الصناعات التحويلية، حيث صدرت يوم أمس بيانات مؤشر ISM لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية وانخفض أكثر من المتوقع، لكن المؤشر ما يزال عند 58 نقطة. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني نمو قوي في القطاع رغم تباطؤه، وبالتالي ضعف النمو في الاقتصاد الأمريكي، أو لو تمت مقارنة هذا الضعف بما كنا عليه خلال الربع الأول والثاني 2021، سيختار الفيدرالي حتمياً أن لا يسمح لمعدلات التضخم للارتفاع أكثر، وبالتالي المؤشرات الاقتصادية مرة أخرى ترجح أن يبدأ الفيدرالي فعلياً بتقليص سياساته التحفيزية خلال هذه السنة، وعلى الأرجح خلال شهر 3 المقبل سيبدأ بذلك بالنسبة لأسعار الفائدة. ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية كيف يؤثر على الأسواق العالمية؟ الآن عندما ننظر إلى الارتفاع في عوائد السندات، الارتفاع معناه ثقة نوعا ما في الأسواق الأسهم ورغبة الذين يتوجهون إلى أسواق السندات في عائد أعلى مما كنا معتادين عليه. لكن أيضا لنأخذ بعين الاعتبار أن العائد على السندات الأمريكية على سبيل المثال للحصر سندات أمر استحقاق 10 سنوات هي مستقرة حول 1.65% واقتربت قليلا من 1.7%. هذه المستويات أيضا تعتبر نوعا ما منخفضة بالنسبة لعوائد السندات رغم أنها ارتفعت مقارنة بما كانت عليه بداية 2021 أو خلال أواخر 2020. هنالك تأثير فعلي ولاحظناه يوم أمس تحديدا على أسهم شركات التكنولوجيا، فأسهم شركات التكنولوجيا تعتبر الآن الكثير منها أسهم للمضاربة، وعندما ترتفع عوائد السندات تتأثر تلك الأسهم سلبا وتحصل عليها عمليات جني أرباح، وهذا ما لاحظناه أمس عندما لامست مؤشرات الأسهم الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق، عاودت الانخفاض وتقليص تلك المكاسب من جديد مترافقة مع بعض الارتفاع في عوائد السندات. لكن بشكل عام التأثير
بالنسبة للأسواق المالية وتحديدا أسواق الأسهم، رغم تأثره نوعا ما بعوائد السندات، لكن التأثير الأكبر هو بمراقبة التطورات الاقتصادية وتوجهات البنوك المركزية حول العالم. بالمقابل، كما شاهدنا توقعات تجديد السياسة النقدية دعمت عوائد السندات الحكومية، لكن كيف سيؤثر ذلك على البنوك الفرعية؟ نعم، الآن اقتصاديا عندما ننظر إلى كيفية عمل القطاع المصرفي وتحديدا البنوك، فالبنوك بالعادة تقوم بتوفير أو جلب أرباحها من خلال الفرق ما بين فوائد الإيداع وفوائد الإقراض، بمعنى المودعين في البنوك يأخذون فوائد أقل من المقترضين من البنوك. والآن عندما ترتفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية، فهذا يعني بأن البنوك التجارية سوف تستطيع رفع الفائدة على المقترضين بطريقة أسرع من رفعها على المودعين، وهذا ما سيجعل هوامش الربحية للبنوك أوسع. وهذا منذ فترة طويلة، لو لاحظنا البنوك الأمريكية فعلى مر التاريخ كلما رفع الفدرالي الأمريكي الفوائد كانت ربحية البنوك كفروقات ما بين فوائد الإيداع والإقراض تصب في صالح ربحية تلك الشركات المصرفية. هذا من ناحية، لكن من أيضا من ناحية أخرى أود الإشارة إلى أن رفع الفائدة يرافقه في العادة رؤى الفيدرالي والبنوك المركزية بأن الاقتصاد يتحسن ويستمر في التعافي. وماذا يعني استمرار التعافي؟ يعني المزيد من الطلب على القروض، وهذا يصب أيضا في صالح ربحية البنوك. وأخيرا أود أن أشير إلى أنه ارتفاع عوائد السندات الذي يرافق أو حتى يسبق رفع الفائدة في البنوك المركزية يوفر للبنوك التجارية كذلك فرصة لاستخدام تلك العوائد لجلب دخل إضافي. فثلاث أمور ستصب في صالح البنوك التجارية مع تقدمنا في رفع الفائدة، إن كان في الاحتياط الفدرالي الأمريكي أو البنوك المركزية حول العالم. فتلخيص لتأثير رفع الفائدة على البنوك، فيعتبر اقتصاديا وبتحييد جميع الظروف الأخرى لربحية القطاع المصرفي. طيب، ما هي توقعاتك سيد نزار لحركة الدولار والذهب خلال الفترة القادمة؟ بالنسبة للدولار الأمريكي، من المتعارف بأن رفع الفائدة يزيد في الطلب على العملة، وخصوصا مع ترافق ذلك بارتفاع في عوائد السندات. فعلى الأرجح قد يشهد الدولار قوة خلال الفترة المقبلة كمؤشر للدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات. لكن يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار بأن مؤشر الدولار الأمريكي في أغلبه يتحرك متأثرا في بعض العملات مثل اليورو تحديدا. البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يوقف تحفيزاته الطارئة التي أجراها خلال جائحة كورونا في شهر 3 المقبل، لكن في نفس الوقت من غير المتوقع حتى هذه اللحظة على الأقل أن يجري البنك المركزي الأوروبي أي تعديلات ورفع في أسعار الفائدة. فوضع الاقتصاد في منطقة اليورو مختلف نسبيا عما هو في الولايات المتحدة، وبالتالي مؤشر الدولار قد يرتفع بدعم من اليورو وكذلك من الين الياباني. فاليابان قد تستمر بسياساتها التحفيزية لفترة طويلة جدا من الزمن. وهنا في هذه المقارنة ما بين الدولار الأمريكي والفدرالي الأمريكي وبين المركز الأوروبي واليورو وكذلك بنك اليابان المركزي والين الياباني، فهنا أعتقد بأن الدولار الأمريكي ستكون له الأفضلية في أن يستمر في مناطق قوة خلال الفترة المقبلة. طبعا ما لم تحصل مستجدات تغير من هذه الرؤى، والمستجدات قد تكون في تباطؤ خطوات الفدرالي بتجديد السياسة النقدية أو تسريع وتيرة التجديد في البنك المركزي الأوروبي تحديدا. وإذا انتقلنا الآن إلى أسعار الذهب، الذهب عالميا مقاس سعره أو يتم تقييمه بالدولار الأمريكي في أكثر الدول، وبالتالي ارتفاع الدولار الأمريكي قد يكون ضاغط على أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل. لا أقول هنا بأن التأثير سيكون لحظي ووقتي، بل نلاحظ حاليا بأن أسعار الذهب تحاول الارتفاع بعد انخفاضها يوم الاثنين الماضي، شهدنا ارتفاع لهذا اليوم ويوم أمس كذلك، لكن التأثير قد يكون على المدى المتوسط والطويل بفعل
القوة المحتملة للدولار الأمريكي، هذا أولا. لكن الذهب أيضا يتأثر في ظروف أخرى، وهي توقعات الفوائد التي تؤثر على عوائد السندات. فإذا كانت التوقعات، وهي حاليا كذلك بأن يتم رفع الفوائد في عدة بنوك مركزية حول العالم، فهذا قد يكون أيضا ضاغط على أسعار الذهب، وبالتالي رفع الفائدة والتوقعات المستقبلية للدولار الأمريكي هي إيجابية، ورفع الفائدة قد يكون أيضا سلبي بالنسبة لأسعار الذهب. طبعا ما لم تحصل مستجدات تغير هذه النظرة، لأن إذا تحدثنا على الذهب على وجه الخصوص، فالمؤثر الأكبر في تحركات أسعار الذهب ليس الدولار الأمريكي، وليست أيضا عوائد السندات أو كذلك الفوائد في البنوك المركزية، بل الطلب والعرض من الصناديق المتداولة المقومة والمدعمة بالذهب. لكن بتحديد الصناديق المتداولة وتوجهاتها المستقبلية، على الأرجح قد يكون رفع الفائدة، ارتفاع الدولار ضاغط على أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل. أيضا أتحدث عن هذه السنة 2022، أو على الأقل خلال النصف الأول من هذه السنة. لو تحدثنا الآن عن ملف النفط، أوبك قد قررت الزيادة والولايات المتحدة رحبت بذلك، لكن بالمقابل أسعار النفط يعني ما زالت في مستواها المرتفع، بل وصلت إلى 80 دولار للبرميل. هل الأسعار ستبقى في هذا الإطار أم تتوقع أنها تنخفض خلال الأيام القادمة إلى مستويات أدنى من 80؟ بداية اسمح لي أن أعود بالذاكرة إلى أعوام 2011، 2012، 2013 حتى منتصف عام 2014. أسعار النفط استقرت لفترة طويلة من الزمن في تلك السنوات في مستويات أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد، وحينها لم نسمع كثيرا بارتفاع أسعار النفط. مصطلح ارتفاع أسعار النفط لا يخص بالقيمة السعرية للنفط. فإذا قلنا سعر النفط اليوم 80 دولار، فهو بالفعل مرتفع جدا، بل بشكل مبالغ فيه مقارنة بالأسعار التي كانت خلال الربع الثاني والثالث عام 2020. لكن كطبيعة التحركات السعرية للنفط، سعر 80 دولار الآن أو حوله يعتبر طبيعي وسعر موازن نسبيا، لأننا شاهدنا أسعار أعلى من ذلك بكثير. السعر المرتفع لتعريفه يجب أن ننظر إلى التحركات السعرية خلال فترات زمنية محددة. فأسعار النفط خلال الفترة الماضية استقرت نسبيا ما بين 75 80 82 دولار، يعني شفنا استقرار لفترات زمنية طويلة في هذا النطاق، وهذا ما يؤكد أيضا بأن هنالك نوعا ما توازن ما بين قوى الطلب والعرض. بالنسبة لمنظمة أوبك، منظمة أوبك كانت وما زالت ملتزمة باتفاقية رفع إنتاج تدريجي، أو بكلمات أخرى التقليص الذي قامت فيه خلال 2020 بدأت تسمح في أن يرتفع الإنتاج لتعويضه، وهذا كله أيضا يرافق تعافي حتى ولو بشكل تدريجي في الطلب العالمي. التوقعات بالنسبة لنهاية 2022 حتى هذه اللحظة هو أن يعود الطلب على النفط عالميا لمستويات حول أو أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وبالنسبة للربع الأول من هذه السنة، فمن المتوقع أن يكون هنالك بعض الفائض أيضا في الإنتاج، وبالتالي أسعار النفط الحالية تبدو مناسبة كفروقات طلب وعرض، والارتفاعات السعرية لا تبدو الآن مقلقة كما كانت عليه خلال الربع الثالث وبداية الربع الرابع من العام الماضي 2021. أما بالنسبة لترحيب البيت الأبيض في قرار أوبك، فهنا مرة أخرى أستشهد بذلك للدلالة على أن الأسعار بحد ذاتها لا تحدد السعر المرتفع أو المنخفض، لكن الذي يحدد هو سرعة الارتفاع أو سرعة الانخفاض، وهو ما يؤثر على التضخم. البيت الأبيض يقلق من التضخم، يقلق من ارتفاع أسعار النفط لأنها تؤثر على التضخم، وإذا استقرت الأسعار سيكون تأثيرها أقل على معدلات التضخم. فبالتالي أعتقد بأن أسعار النفط ستستقر في نطاقات نوعا ما محدودة على المدى القصير، لكن على المدى الأبعد قليلا أعتقد بأن أسعار النفط ما تزال ضمن اتجاهات صاعدة بإثبات من توقعات
أن يفوق الطلب العالمي نهاية هذه السنة متوسط الطلب اليومي ما قبل جائحة كورونا. طيب بالسؤال الأخير سيد سركيس، تحدثت عن أن البيت الأبيض يعني لا يخشى من سعر مرتفع لبرميل النفط، بالمقابل هو قد قلص مخزوناته من الخام، ألا يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار الخام وبالتالي استقرار أسعار الخام أو انخفاض أسعار الخام سيعود بالفائدة على الولايات المتحدة لتعود لملء خزاناتها الاستراتيجية؟ بالفعل إذا نظرنا إلى هذا الاتجاه فربما سيكون انخفاض أسعارنا سبب لإعادة الشراء مرة أخرى، هذا شيء معروف، عندما تنخفض الأسعار فيزيد الطلب. لكن بالنسبة لما نتحدث عنه، لماذا يخشى تحديدا البيت الأبيض؟ البيت الأبيض ينظر تحديدا إلى معدلات التضخم، مرة أخرى أشير لهذا الموضوع الهام جدا وهو الارتفاع الهائل في معدلات التضخم. فإذا استقرت أسعار النفط ضمن نطاقات محدودة والنطاقات الحالية، فقد يكون ذلك أو المستهلك نفسه يعتاد على هذه الأسعار، فلا يصبح مؤثر على الإنفاق ولا يصبح يظهر على معدلات التضخم. أما لو نظرنا من ناحية أخرى لانخفاض المخزون الأمريكي، فانخفض المخزون خلال الأسابيع الخمس الماضية بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وكذلك معهد البترول الأمريكي أظهر أيضا انخفاضا في المخزونات الأمريكية من النفط. هذا كله يعتبر ارتفاع وانخفاض طبيعي طالما شاهدناه في مخزونات النفط الأمريكية. وبالتالي أصبحت أهمية وتأثير ارتفاع وانخفاض المخزون الأمريكي أقل على أسعار النفط مما كانت عليه سابقا. فلو استرجعنا بالذاكرة قبل عدة أشهر عندما كنا نسمع أنباء ارتفاع في المخزون الأمريكي كانت أسعار النفط تنخفض بسرعة، وعندما نسمع أنباء بأن المخزون الأمريكي بدأ بالانخفاض ترتفع أسعار النفط، لكن حاليا أصبحت أسعار النفط تتحرك بشكل أقل مع تغيرات. أما بالنسبة عن سؤال حضرتك عن موضوع أن الولايات المتحدة قد تستخدم وتستفيد من انخفاض الأسعار، فلو انخفضت الأسعار أعتقد بأن الولايات المتحدة ستعيد بناء المخزون لديها من جديد. أشكرك جزيل الشكر المحلل الأول للأسواق المالية السيد سركيز نزار، محلل الأسواق في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك.